الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. المسألة الثانية قوله إن الحمد، هذه مروية بفتح الهمزة وكسرها، فمروية بإن الحمد وأن الحمد، ولكن العلماء يقولون إن الكسر أجود، فقولك إن الحمد أجود من قولك أن الحمد. فإن قلت وما الفرق بينهما، فنقول إن الفرق بينهما كما يلي: إذا قلت إن الحمد، إن الحمد، فإنك تثبت الحمد لله على وجه الإطلاق غير معلق بسبب، كأنك تقول إنك أنت المحمود في كل حال وعلى كل لسان وفي كل زمان، من غير تعليق هذا الحمد بسبب معين. فالكسر أجود لأن معناه يقتضي الإطلاق، ولكن إذا قلت أن الحمد فتكون حينئذ تعليلية، أي أنني أحمدك لهذا السبب المعين، فإذن هي بالفتح مقيدة وبالكسر مطلقة. ودائما إذا جئنا نرجع إلى كمال الله عز وجل نثبت له الكمال المطلق لا الكمال المقيد. في شيء شخصي أخطأت؟ واضح؟ فإذن إن الحمد هي الأدخل في تعظيم الله عز وجل وتقديسه وإثبات الكمال المطلق له من الفتح.